يا اهلا بيكم وفيديو جديد من قناتكم الان تعلم، ويا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بتتواجد في العالم دول ربنا انعم عليها بثروات طبيعيه بتدر عليها مليارات الدولارات سنويا، زي البترول والفحم والغاز الطبيعي والمعادن الثمينه وغيرها. اما الدول الفقيره جدا في الثروات الطبيعيه فبيعتمد دخلها القومي على تفوقها في انتاج سلع عاليه الجوده زي السيارات والهواتف المحموله والاجهزه الكهربائيه والكمبيوترات والاجهزه ذات التكنولوجيا المتطوره وغيرها. وحتى الدول الفقيره في الثروات الطبيعية واللي كمان لا تتفوق في صناعات معينة بتعتمد على السياحة كمصدر أساسي للدخل القومي. لكن الدولة المحظوظة اللي هنتكلم عنها النهاردة بتحقق عشرات الملايين سنويا من الدولارات بدون أي مجهود وبدون أي ثروات طبيعية وبدون إنتاج أي سلع تصدرها للخارج، وحتى كمان بدون سياحة. يعني زي ما بنقول في مصر بتعمل فلوس من الهوى وهي سايبة إيديها كده، وكمان الفلوس هي اللي بتجيلها لحد عندها. الدولة دي يا جماعة بتعمل ملايين سنويا من اسمها بس. مين هي بقى الدولة دي اللي اسمها بيكسبها ملايين الدولارات سنويا؟ تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان تعرفوا التفاصيل. بس فضلا لأمرا طبعا، لو عايزين تدعموني ما تنسوش تضغطوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة برحب دايما بأي مشترك جديد ينور القناة. بس بعد ما تشتركوا في القناة أهم حاجة تضغطوا على علامة الجرس عشان يوصلكم تنبيه المرة الجاية لما أرفع فيديو جديد. يلا بينا نبدأ. يا اهلا بيكم في البلد اللي اعتقد ان معظمكم ان ما كانش كلكم ما سمعش عنها قبل كده اصلا. اهلا بيكم في دولة توفالو. طيب خلونا نبدا الحكاية بشوية معلومات على السريع كده عن الدولة دي. بتقع دولة توفالو في المحيط الهادي في منتصف المسافة ما بين هاواي واستراليا، وبتتكون من 9 جزر، وهي رابع اصغر دولة في العالم بمساحة بتبلغ 26 كيلومتر مربع فقط، يعني اصغر من مصر بحوالي 36517 مرة. اما عدد سكانها فبيبلغ 11776 نسمة. وبتعتبر توفالو من افقر الدول في العالم، وبتعتمد في اقتصادها الداخلي على صيد الاسماك وتجارة بعض انواع المحاصيل، وحتى السياحة فيها ضعيفة جدا نظرا لبعدها الجغرافي عن باقي قارات العالم ووقوعها في وسط المحيط، لدرجة ان اعلى عدد سياح سجلته كان 2000 سائح فقط سنة 2016، وكمان معظمهم كانوا في سياحة عمل. لكن مع ظهور الانترنت انفتح باب هيدر الملايين من الدولارات سنويا على توفالو. خلونا بس نبسط الموضوع ونقول انه مع انتشار استخدام الانترنت ومع زيادة عدد الشركات اللي قامت بانشاء مواقع خاصة بها على الانترنت، ظهرت حاجة اسمها الدومين نيم او باللغة العربية اسم النطاق. اسم النطاق ده اللي هو بينتهي بثلاث حروف واللي كلنا اكيد عينينا بتقع عليهم اول ما بنكتب اسم موقع، زي مثلا .com او .gov او .edu وهكذا. المهم ان اسم النطاق المكون من ثلاث حروف ده بيدل على الغرض من الموقع او الكيان اللي بينتمي له الموقع. يعني مثلا في نطاق .com فكلمة com دي مشتقة من كلمة commercial بمعنى تجاري، وعشان كده اسم النطاق .com شائع جدا وبيستخدم غالبا في مواقع المنشآت التجارية والشركات. اما اسم النطاق .gov فهو مشتق من الكلمة الإنجليزية government أو حكومة، وعشان كده بتستخدمه مواقع المؤسسات الحكومية زي الوزارات والهيئات الرسمية في الدولة. أما اسم النطاق .edu فهو اختصار لكلمة education واللي معناها ثقافة أو تعليم، عشان كده في الغالب بتستخدمه وزارات التعليم في الدول. ومن أنواع أسماء النطاق أيضا اسم النطاق اللي بيدل على الدولة اللي بتنتمي ليها الهيئة أو الشركة صاحبة الموقع، واسم النطاق الخاص بالدول مكون من حرفين فقط. يعني مثلا لو الشركة أو الجهة صاحبة الموقع من مصر فبتستخدم اسم النطاق .eg وهو اختصار اسم مصر باللغة الإنجليزية Egypt، ولو الشركة مثلا بتنتمي للمملكة العربية السعودية هتستخدم اسم النطاق .sa وهكذا. وهنا بقى دارت عجلة الحظ مع اسم دولة توفالو، وبالتحديد بسبب حرفين فقط من اسمها وهم حرفي التي والفي، والحرفين دول هم اسم الدومين نيم الخاص بدولة توفالو، وهم في نفس الوقت اسم الاختصار لكلمة تلفزيون أو تلفزيون، أي كل ما هو مرئي أو بيعرض مقاطع فيديو. سنة 1998 قامت شركة أمريكية ناشئة متخصصة في بيع أسماء النطاقات بالتواصل مع السلطات في توفالو، وعرضت عليهم دفع مبلغ 50 مليون دولار أمريكي لمدة 12 سنة مقابل استخدام اسم النطاق .tv وبيعه للشركات والأفراد الآخرين اللي عايزين يستخدموا اسم النطاق ده في مواقعهم على الإنترنت. وبالفعل وافقت دولة توفالو على الصفقة وكسبت منها ملايين الدولارات. ومن المكسب ده تمكنت توفالو من دفع مبلغ 100,000 دولار أمريكي، وهو رسم الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، وأصبحت أخيرا دولة عضو في المنظمة العالمية. كما سمحت الصفقة دي للسلطات بتطوير البنية التحتية في توفالو وتوصيل الكهرباء للجزر التابعة ليها، ودعمت قطاع التعليم وبناء المدارس.
ومع ظهور العديد من مواقع البث المباشر والشبكات الإخبارية المصورة وعرض مقاطع الفيديو والأفلام على الإنترنت، زاد الطلب بشدة على اسم النطاق دوت تي في، وبالتالي زادت أرباح دولة توفالو بالمزيد من ملايين الدولارات. سنة 2001 عرضت شركة أخرى على دولة توفالو شراء حق استخدام اسم النطاق دوت تي في مقابل 3 مليون دولار في السنة زائد 5% من الأرباح السنوية، والعقد ده استمر حتى سنة 2016. ومن أشهر الهيئات والكيانات اللي استخدمت اسم النطاق دوت تي في في موقعها على الإنترنت موقع الشبكة التلفزيونية الروسية روسيا دوت تي في، وموقع شبكة نادي ليفربول الإنجليزي ليفربول دوت تي في، وموقع مشاهير السينما والمجتمع إيميز دوت تي في. ولحد وقتنا الحالي بتربح توفالو من اسمها ما بين 2 إلى 3 مليون دولار سنوياً بدون أي مجهود منها كمالكة حصرية لحقوق الملكية الفكرية لاسم النطاق دوت تي في. لكن ما زالت توفالو حتى الآن بتعتبر من أفقر دول العالم، وبيقع حوالي 23% من شعبها تحت خط الفقر، وأكبر مصادر دخلها هي اسم النطاق دوت تي في زي ما قلنا، زائد المساعدات السنوية اللي بتقدمها لها العديد من دول العالم كمنح لا ترد. طيب في النهاية أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأحب طبعا أعرف رأيكم في التعليقات. بس أهم حاجة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكم تنبيه أول ما أرفع أي فيديو جديد. أشوفكم بإذن الله على خير الفيديو القادم.